صحة الناس وحياتهم هي أهم حاجة في دنيانا، ما ينفعش فيها غير يبيض يسود. أملهم في العلاج أحياناً بيخليهم يروحوا ورا الوهم. كتير من الناس ما بيعرفش مين الصح ومين الغلط، ما بيعرفش مين الجاني ومين البريء، فين الوهم وفين اليقين. ده دورنا دلوقتي، نشوف ونفكر ونحكم، ده واجبنا مع الناس الحلوة. الأستاذ الدكتور إسماعيل أحمد شفيق، أستاذ ورئيس قسم جراحة القولون والشرج كلية الطب جامعة القاهرة، عضو الجمعية الدولية لأساتذة القولون والشرج نيويورك، سكرتير عام جمعية البحر المتوسط لأمراض الحوض، عضو جمعية البحر المتوسط للقولون والشرج إيطاليا، مقرر عام الجمعية المصرية للقولون والشرج. اهلا بكم، كل سنه وانتم طيبين. النهارده طبعا لقاء ممتع مع القمه العلميه الكبيره وضيفي العزيز استاذ الاساتذه في هذا المجال، واللي بنفخر بوجوده معنا الاستاذ الدكتور اسماعيل شفيق، رئيس قسم جراحات القولون والشرج كليه الطب جامعه القاهره، الاستاذ لجراحات القولون والشرج وصاحب اكثر من 240 بحث علمي في كبريات الدوريات العلميه والرائد القدير على مستوى مصر والشرق الاوسط في جراحات وعلاج امراض القولون والشرج والحوض. استاذنا اهلا بيك يا دكتور. اهلا بك. مرضى سرطان القولون والمستقيم دول قصه كبيره بقى. طبعا يعني سواء بقى هم دلوقتي او متعافين، يعني نشرح القصه كلها. شوف، مرضى سرطان القولون المستقيم قبل حاجه عايز انصحهم بس نصيحه كده، ان ابعدوا عن اللحمه. اللحمه اثبت خلاص ان هي من احدى الاسباب او الاكسايتنج فاكتورز اللي بتسبب سرطان القولون المستقيم. اللحمه الحمراء، اللحمه الحمراء على طول، اللي هي لحوم الابقار والماعز اللحمه الحمراء، مش الدواجن ولا الاسماك. لا لا، بتكلم عن اللحوم اللي هي بتاعه الحيوانات الكبيره، الابقار والماشيه. خلاص، فدول لازم يبعدوا عنها مبدئيا عشان نعمل القصه دي نستريح منها. ولو انت مزنوق فيها جدا حاول تاكلها في اقل تقدير. نمره اتنين، احنا بنقسمه الى جزئين، جزء المرحلة الاولى والتانية ومرحلة الثالثة والرابعة. انا مرحلة الثالثة والرابعة لا افضل ان هو يصومه، وخاصة دول بيبقوا تحت علاج كيماوي وعلاج اشعاعي. فالعلاج الكيماوي والعلاج الاشعاعي محتاج دائما في سوائل في الجسم، رغم ان في نظريات بنتكلم عنها هقولها عليها على الدراي، ان احنا نعمل دراي فاستنج فور لونج تايم يموت السرطان، لكن ملهاش اثباتات علميه وابحاث علميه تدعمها، ولكن لها تجارب حياتيه تدعمها. واحنا كاكاديميك وورك ما بناخدش التجارب الحياتيه نهائي، سبوراديك، ما تبقى منفرده، ما لناش علاقه بيها. ما بناخدهاش في الجامعه. الجامعه لازم تجارب علميه، بتمشي بنظم علميه معينه، تديك كذا بحث يتنشر في مجله معينه والجامعه تكون ابروفد بيه. لكن يوجد اثباتات كتير جدا في كذا مجال طبي. الـ 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 الاوروبيين في بعض المراكز عملت الحاجات دي، بالذات في المانيا. الهنود عندهم شغل في الطب الهندي القديم، الصينيين عندهم شغل هذا. اليابانيين هم اللي عملوا بدايه الابحاث، اليابانيين عملوا ابحاث عليها كتير. لكن احنا ما نعرفش. لكن هم المرحله الاولى والثانيه دول يصوم عادي جدا. الثالثه والرابعه انا لا افضل ان هو يصوم ويتبع النظم الغذائيه اللي هي بيلتزم بيها، اللي هو بيوصفها له الطبيب لحالته في الفتره اللي هو فيها، ان هو بيمر بمراحل مختلفه كتير قوي. بعد افرض عمل عمليه هو تعافى دلوقتي وفي حاله تحويله والكلام ده كله، يصوم عادي؟ طبعا. لو تحافى
وبقى كويس وكتير جدا منهم. وعايزين نطمن الناس بتوع سرطانات القولون والشرج دي نسب النجاح عالية جدا. يعني ما تتخضش من الكلمة، ما تتخضش والحياة قفلت قصادك. نسبة النجاحات في هذه العمليات والعيان بيعدي وبيخف وبيشفى تماما وبيعيشوا عشرات السنين في أحسن حالة وبينسى الموضوع، يعني يمكن في ناس عندهم نواصير عانوا منها أكتر من أورام القولون. في جملة حضرتك بتقولها دايما، تقول لي إن النسور ربما يكون أكثر إزعاجا من الورم السرطان ويقضي على الحياة أكتر. لأن التسيب اللي بيسببه بيكون أسوأ بكتير جدا من سرطان مثلا في القولون الأيسر، يتشال ويتوصل وخلصت القصة على كده، وياخد له شوية علاجات كيماوية حتى أقراص وبيشفى ويبقى زي الفل. ده اللي احنا شايفينه طبعا النسور. طب مريض النسور يصوم عادي ولا برضو في محاذير بالنسبه طالما جبنا سيرته؟ النسور على حد على حسب بقى، النسور المستقر الهادي وفي النسور المتهيج. في ناس بيجي لهم اتاكس رهيبه، افرازات 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 وتضخمات فيه ومده رهيبه، ده ما يقدرش يصوم ولازم ياخد علاجات قويه جدا عشان الافرازات الرهيبه دي تقل، ومنها مضادات حيوية، مضادات التهاب، مسكنات جيدة، مرطبات للقناة الشرجية، ومواد عشان المدة اللي بتنزل والإفرازات اللي بتنزل بتؤثر على الجلد المحيط بخارج الشرج تبوظه له. فاحنا عايزين نحافظ عليه، فلازم ندهنه ده بمادة تحافظ عليه ضد الايه ان هو هذا الجلد يحصل له مشكلة كبيرة، لان الجلد ده ممكن يتقيح هو كمان من الالتهابات ويحصل له جروح والتهابات شديدة. تأثير الصيام على الناس اللي بتعاني من آلام في الحوض، آلام في الهيجان، عندها ألم مزمن. شوف الآلام الحوض ده موضوع خطير قوي قوي. احنا عندنا عصبين، هو عصب طبعا بس واحد يمين واحد شمال، اللي هو عصب الحوض البودندال نيرف. هو اسمه، انا نفسي الناس تحفظ اسمه، ان هو اسمه بودندال نيرف ملوش اسم تاني. دول جايين من العصعص من الفقرة الثانية والثالثة والرابعة، ويمشوا كده يخشوا في قناة سميناها قناة بودندل أو الكوكسال قناة بودندل. وهو داخل في القناة بياخد الأوردة الدموية. القناة دي بتبقى حاجة عظمية، يعني داخل جروف جوه عظم بالظبط، تجويف تجويف، ويخرج منها أو بين عضلات حتى بين عضلات. ويتقسم لثلاث برانشات مهمين قوي. واحد يروح للقناة الشرجية والجزء الأسفل من المستقيم فيدي كل العضلات، واحد يطلع على الخصية ومنطقة الحوض العجان من اللي هي مسافة بين الخصيتين والعجان، أو الجزء الخارجي من المهبل عند الستات، وجزء يروح للقضيب عصب آخر اللي هو الدورسال نيرف أوف بينس اللي هو مسؤول على انتصاب، أو كلايتورس في الستات. أما بيجي ألم بقى يتخنق العصب ده، يتاخد الألم من عند العصعص من ورا الشرج لغاية التيب اوف بينس لغاية نهاية القضيب، كل ده آلام متصلة لا تنقطع. طيب إيه الأسباب؟ هل في اختناق يحصل في العصب؟ اختناق ليه أسباب كتير جدا، بس احنا عايزين نتكلم على جزئية الصيام. هل الصيام يأثر فيها؟ في نظرية مهمة قوي ان بيحصل نوع من انواع من اسباب الاختقان ده، ان او التهاب في العصب بيحدث نوع من انواع نقص الدم ونقص الفينوس ريتيرن الموجود كويس، وبالتالي الجفاف يؤثر عليها، فممكن هو يزود الالام او يكون سبب في بعض هذه الاشياء. فبالتالي الصيام لازم له قواعد في الحالات دي. القواعد اللي احنا بنقول عليها ايه؟ زي ما انت بتصوم عدد ساعات معينة لازم تتناول نسب من السوائل جيدة، مش من الأطعمة. الأطعمة ده موضوع والسوائل ده موضوع، وخاصة انت في أطعمة ممكن تحتاجه مية وانت ما بتشربهاش زي النشويات. لو انت كل ذرة كارب بتحتاج 3 ذرات مية ووتر، ميه في الكارب، فانت لو ما اخدت نشويات وما اخدتش قصادها نسب الميه، فالجسم بيخش في نسب جفاف مش مظبوطه مش منضبطه.
وبالتالي انت صايم بطريقه مش مظبوطه، انت ما قمتش بمعادله الافطار الجيد، اخدت كميه نشويات جامده جدا اللي هي السكريات والكنافه والبسبوسه وزي. ما كانش قصادها نسبه مياه كافيه، الجسم الاوزمولاريتي بتاعته والضغط الاسموزي باظ جوه، اختلف لان السكر بيغير من الضغط الاسموزي داخل الخلايا، وبالتالي بيعمل نوع من انواع الجفاف جوه الخلايا. انا اكل كويس ومبسوط جدا، ازاي انا كده قايم تعبان ومرهق وريقي ناشف عشان ما شربتش ميه؟ مفيش توازن، ما خدتش برضو كميه النشويات دي، عايزه كميات ميه ضخمه جدا. لا يستطيع ان واحد يشربها، فبالتالي لازم تقلل كميه السكريات دي عشان تتناسب مع كميه الميه اللي انت محتاجها، فيبقى في بالانس، فما تاكلش الكميه الكبيره دي، بس تاكل حته صغيره عشان تاخد قصادها الميه الكافيه. مش محايشي بقى مع بتاع عيش مع عيش مع بطاطس، كل ده محتاج ميه، ورز ومكرونه مع بقى حلويات، مع حلويات الميه مش هقدر اشرب كميه ميه كبيره، مش الميه دي كلها. فبالتالي الجسم بيخش في لخبطه وان بالانس جامد جدا. الدهون والبروتينات ما بتحتاجش القصه دي، فهو لازم يبقى عامل حسابه ان الطبق بتاعه يقسمه 4/4، ربع خضروات نيه اللي هي سلطه، وربع خضروات مطهيه، وربع بروتينات، وربع نشويات. لو عمل التقسيمه دي هيستريح جدا ويريح نفسه من الاربع ارباع، هيريح نفسه من الوش ده كله. نورت وشرفت، كل سنه وحضرتك طيب. يعني ضيف العزيز القمه العلميه الكبير هو الرائد القدير لجراحات القولون والشرج، الاسم العالمي الكبير استاذ الدكتور اسماعيل شفيق، استاذ ورئيس قسم جراحات القولون والشرج كليه الطب قصر العيني، وصاحب اكثر من 240 بحث علمي في كبريات الدوريات العالميه، والرائد القدير على مستوى الشرق الاوسط لجراحات امراض القولون والشرج والحوض، كان ضيفا فوق العاده. وكل سنه وانتم طيبين، وخليكم دايما مع الدكتور والناس الحلوه. We'll be right back.